Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kebedena el-muhadara s-sabiqa bi-pipeline implementation lel-MIPS architecture, MIPS microprocessor. ووصلنا عند بدأنا وخلصنا الكنترول هازارد قلنا فيه إن شاء الله اللي خاص بالبرانش طبعا وإن شاء الله في المحاضرة الجاية راح نشوف مثال بسيط فقط على الكوست بيرفورمانس يعني لما نعمل ستول لما نعمل ستول في البرانش انستراكشن فمثال بسيط احنا نعرف طبعا حسب السبيك سي ان 2006 فيه كان البرانشز كان 17% من الانستراكشنز السؤال بقول لك انه استيميت ذا امباكت تاثير لاحظ الستول في البرانش على الكلوك سايكلز اوكي على السي بي اي كلوك سايكل بير ايش انستراكشن نتيجه ايش نتيجه الستولينج للبرانش اوكي طبعا نفرض على فرض على انه اول اذر انستراكشنز ايش بتاخذ 1 سايكل بير انستراكشن اوكي الان 17% هي عباره عن ايش بتكون عبء زي ما نقول اضافي ف بما انه الاذر انستراكشنز كلهم بياخذوا واحد لان البرانش ها بتضيف ايش هون 17% فالبرانش توك 1 اكسترا كلوك سايكل فور ذا ستور اوكي وانه هي بتكرر 17% فذن وي وود سي سي بي اي اوف 1.17 ولذلك هذا يعتبر كسلو داون فيرسس ايش ذا ايديال كيس الان اف وي كانت resolve يعني إذا ما نقدرش نتحلش هاي المشكلة خلينا نيجي هنا هلا اوكي إذا ما نقدر نتلاشى هاي المشكلة اوكي في second stage وطبعا this is often the case ما نقدر نتلاشاها خاصة لما يكون عندي long pipeline longer pipelines طبعا هذا ماذا يعني بقول لك انه it means انه we'll see even large slowdown اكثر من ايش اللي شفنا 1.17 اوكي if we stall on branches فهذا الكوست او هاي التكلفه خلونا نفكر بشيء حلول اخرى خلوا الاحرى ديزاينر الكمبيوتر ديزاينر فكروا بحلول اخرى ومن الحلول اللي هي البرانش بريدكشن اذا احد الحلول استخدموا له ايش برانش بريدكشن اوكي which means طبعا برانش بريدكشن انه الحكي اللي حكيناه طبعا هو ستور بنت بيكمز انكسبتبل سو بريدكت الاوت كم اوف برانش اوكي شوف برانش اوكي هل برانش كونديشن ساتسفايد برانش يعني ويل جو تو ذا نيكست انستراكشن اور تو ذا تارجت ادرس سو لاحظ نعمل بريدكشن نبا شيء ناخذ مثلا مسار اما النكست انستراكشن او النكست او ايش هسه حنشوف طبعا في عندنا اكثر من تكنيك او على التارجت ادرس اذا كان خيارنا صحيح البريدكشن تاعنا تنبؤنا صحيح تمام ما في مشكله المشكله وين انه اذا كان البريدكشن ايش رونج اذا كان البريدكشن رونج الان في الميبس بايبلاين كان بريدكت اون تو مسارين المسار انه البرانش not taken وهذا طبعا means انه we go to the next instruction already انه ال PC ما احنا عاملين fetch اصلا اوكي عاملين incremented PC plus 4 اذا كان predict branch is not taken اوكي وكان ايش كمان يعني في الحالة طبعا fetch instruction after the branch with no delay في الحالة لانه already ال PC is incremented بالانستركشن فيتش مثل ما قلنا فيتش اند انكريمنت بي سي ان ذا سيم كي ستيب اوكي ف اذا كان انه دائما القس تاعنا صحيح فالبايب لاين بروسيدز ات فول سبيد ما في مشكله عندنا ولا في ستور ولا في شيء اذا كان القس تاعنا صحيح اوكي عشان هيك صار في عندنا بريدكشنز بريدكتورز يعني ديزاينر تفننوا في ايش ديزاين the branch predictor بحيث انه ايش يعني يكون خيارنا او يعني البريدكشن تاعنا يكون ايش صحيح اوكي سو
fetch evaluation instruction after the branch with no delay in this case. Okay. الآن لاحظ خلينا نشوف في هذا الفيجر هنا. Okay. فرجينا هذا كمثال بسيط هنا إنه لاحظ top هاي هنا جسمي في الأعلى هنا. يقول لك shows in the pipeline when the branch is not taken. ما في عندنا مشكلة لأنه أصلاً عملنا فيتش والأمور تمشي صحيح. الآن هنا في الأسفل طبعاً بينوا أن bottom one shows in the pipeline when branch is taken. We need H to have a stall. We need in this case to have a stall. Okay. Then more realistic branch predictors. We have زي ما قلنا إنه تفننا إنه في branch predictors, the designers يحاولوا يجودوا يعني نسبة عالية إنه يكونوا 90% وأكثر إنه prediction تاعهم يكون إيش يكون صحيح. Okay, وهذا طبعاً means إنه إيش pipeline will يعني when try actually to proceed at full speed, the pipeline يكون إيش بسرعته الأقصى بدون إيش عمل stalls. Then in this case, we have two predictors, we have static branch prediction predictor or dynamic branch prediction. Okay. This is, by the way, a more sophisticated version of the branch prediction. Okay. And then how will نفرض على إنه some branches are taken, and some branches okay, are not taken or untaken. Okay. فالexample هنا عندنا بالنسبة للstatic branch predictor based on typical branch behavior. Example loop and if statements. نلاحظ احنا دائما لما يكون عندنا loop by the way. لما يكون عندنا loop. في نهاية اللوب وين نرجع؟ عشان نرجع لبداية اللوب. نرجع بداية اللوب. اوكي؟ فإذا في الحالة هاي نقول انه بشكل عام يعني في حالة اللوبس اوكي؟ انه they are likely to be taken the branch backward. نرجع لبداية ايش؟ بداية اللوب. اوكي؟ ولذلك we would in this case we could always predict taken for branches that jump to the ايش earlier address عشان عندنا نهاية اللوب نرجع ايش لبداية اللوب اوكي الان بتعرف الستاتيك دائما فيش مرونة فيه فالشيء المنتشر الاكثر يعني المور بوبيولار اللي هو استخدام الدايناميك بريدكشن اوكي دايناميك بريدكشن اوف برانشز طبعا this by the way لاحظوا أن keep recent history of each branch يعني معنى آخر إنه keeping history for each branch as إما taken or untaken يعني نسب بحسب هذا يعني كله برانك سيستم تقريبا فيهم أشياء كثيرة بتحسب أشياء يعني مشان إيش for future decision making decision okay so keeping history for each branch as taken or untaken and then using the recent past behavior to predict the future. فبعد ذلك الرول عندنا دائما في الكمبيوتر ساينس بقول لك انه the nearest past is a good indication for the near future. فهذا من هذه الناحيه باخذ ايش انا اتوقع بقول لك انه 70 80% والله كان مثلا يعمل برانش ان تيكن فخلينا نعمل ان تيكن حسب شو مسجل عندنا في التيبل. الان طبعا بقول لك كمية ونوع الهيستوري اللي بنحافظ عليه اوكي فممكن يكون ايش طبعا هو انا كبير with the result انه being ايش the dynamic branch predictors can correctly بقول لك predict branches with over 90% accuracy اوكي طبعا اللي اخذ الاوبريتنج سيستم في عندنا مثال ثاني مثال اخر بيعرفوا عن هذا اللي هو مين بيتذكر اوكي انه
في الاوبريتنج سيستم لما كنا نحكي عن ايش؟ نحكي عن مثلا البيج ريبليسمنت تكنيكس، فكنا نستخدم مثلا في بعض التكنيكس انه نيرس يعني شو الهيستوري اوكي مشان نقدر ايش نشيل نعمل ريبليسمنت للبيجز في الميموري مانجمنت سيستم. اوكي بدي اقول لك انه في بعض الدايناميك بريدكتورز انه الكوريكت كيس مور ذان 90% اكيورسي. اوكي لان وات ويل هابن وين ذيس از رونج مش في البايب لاين كنترول must ensure that you know, the instructions following the wrong guess okay, have no effect. لازم يعمل إجراءات معينة. Must restart, for example, the pipeline from the proper branch address. لازم يبدأ إيش pipeline from the proper branch address. زي حلول أخرى. Okay, other solutions to control hazard. الآن في عنا pipeline summary مشان نروح بعدين هلا على المبس إن شاء الله تفصيل. okay. فإحنا نعرف إن pipeline improves performance by increasing extraction throughput. ما بيأثر على latency قلنا، فقط على إيش؟ على throughput. executes multiple instructions in parallel and each instruction has the same latency. okay. لازم لأن تمر قلنا بجميع المراحل لإيش؟ لجميع الستيجز يعني. okay. طبعا في subject to hazard. okay. اللي هما ثلاثة أنواع حكينا عنهم. The instruction set design affects complexity of pipeline implementation. Okay. يعني معنى آخر إنه pipelining حقيقة أنواع تكنيك which exploit parallelism among the instructions in a sequential instruction stream. اللي هو لما أقول sequential يعني إنه كل instruction تتيجي تنفذ كلها بتمر ايش بمراحل. اوكي الان ميزته فائده كبيره اساسيه جوهريه substantial advantage. اوكي انه بيختلف عن السيد اب تكنيكس الثانيه. يعني it is fundamental اللي بقول لك invisible to the programmer invisible، بينما التكنيكس اللي هو الامبروفمنت للبرفورمانس ممكن يكون ايش فيزيبل للبروجرامر. اوكي فهذا طبعا من ميزاته. اوكي الان في عندنا كمان بعض الملاحظات على البايب لايننج، انه كنا increase the number of طبعا increases the number of simultaneously executing instructions. okay. ممكن حسب عدد الستيجز، طبعا في عندنا 5 stages ممكن 5 instructions are executing at the same time but كل واحد بيكون ايش مرحلة مختلفة. okay. فمنأكد مرة أخرى أنه pipelining does not reduce the time it takes to complete an individual instruction. okay. واللي بسميناه latency، تفش على latency. okay. okay. الآن what makes it easy بالنسبة للpipelining في المبس خاصة عندنا بنحكي عن المبس هنا all instructions are the same length make it easy. okay. just a few instruction formats and I can three instruction formats الجمب والواحد إلى واحدة والR type مع حاله والبرانش equal والميموري. okay. memory access instructions then few instruction formats and memory operands appear only in loads and stores. لاحظ هاي الثلاث صفات خلت ايش نكون easy make it easy. الان what makes make it hard اللي هو structural hazards. okay. والcontrol hazards والdata hazards. okay. the structural hazards زي ما حكينا انه افرض انه في عندنا only one memory that is hard. Control hazard gonna need to run to worry about branch instructions. Data hazards طبعا اللي هو instruction dependence. okay. وهي كلها ايش طبعا معلومات يعني مهم نعرفها عن ايش عن ال pipeline. okay.
الآن خلينا نشوف المبس بايبلاين داتا باث. فينا بيكتشر تمام. اوكي ذس طبعا سنجل سايكل داتا باث شفناه سابقا. اوكي لما نضيف له شو هنا اضفنا له نضيف له بايبلاين قسمنا له ستيجز. وانا لاحظ الان each step of the instructions can be mapped into the data path from left to right. لاحظ في الداتا باث من هون لهون من left to ايش to right. الان عندنا two exceptions اللي هو update the PC. لاحظ update the PC جاية من right للليفت هاي الوحيدة وانا والثانية اللي هي لاحظ الميموري رايت باك فقط هذول من ايش من الرايت بينما الممار الباث كله الثاني من اليسار لليمين. اذا مره اخرى بنعيد بنقول انه each step of the instruction استثناء incrementing the PC while right back من right back can be mapped into the data path from left to right from left to right. Okay. Then only exceptions are the update of the PC and the right back step. Right back step. Okay. الآن زي ما احنا شايفين 5 stage pipeline instruction fetch سمينا الـ IF. كان الـ ID stage instruction decode register file read. كان الـ execution يعني الـ execution والـ address calculation stage. Okay. والميموري اكسس والرايت باك ستيج. These are five stage يعني المبس هو five stage pipeline. Okay. To five instructions معناه will be in each instruction during any single clock cycle. Okay. معناه اخر انه لاحظ انه قسمنا داتا بات ايش لخمس قطع. قسمناها لخمس ايش؟ خمس قطع. مع كل قطعه اعطيناها اسم. قطع اعطيناها اسم الحين اوكي هي الاسماء للقطع كلها اوكي اوكي الان شايف الحاجز هنا القواطع هاي اوكي في بذكرنا هذا في المالتي سايكل امبلمنتيشن قلنا لما بنعمل نمرر الداتا لما بنمرر لاحظ يعني اللي بين الديفرنت ستيبس اور سايكلز اوف ذا سيم انستراكشن او ديفرنت انستراكشن ما نحتفظ فيها اوكي للنكست مثلا انستراكشن او للنكست ستيب في نفس الانستراكشن استخدمنا ريجستر تبقى ريجسترز هو نفس الشيء اوكي ويل انتروديوس ايش pipeline register the need registers okay need registers then لاحظ احنا قرانا الانستركشن ليش الانستركشن 32 بت وهو انا كمان اخذنا لما عملنا بي سي بي بلس 4 كمان 32 بت قديش لازم يكون الاي اف دي اي دي طوله لازم يكون 64 بتس يكون 64 بتس نلاحظ لونا هنا الـ pipeline registers ملونين اوكي سميناهم اسم الـ stages اللي قبلها واللي بعدها اوكي سمينا IF ID stage pipeline register سمينا ID EX سمينا EX memory سمينا memory write back اوكي فطبعا شرط انه registers must be wide enough بحيث انه ايش ستور اول ذا داتا عشان تخزن كل الداتا كورسبوندينج تو ذا لاينز ذات جو ثرو ذم لاحظ جو ثرو ذم اوكي هون 32 32 لازم طول 64 اوكي طبعا طالما بنمشي ممكن ايش نحتاج احنا لبيت زياده نخزنها
تخزن الأشياء زيادة، فالأطوال رايحة إيش وأنا رايحة تختلف، الأطوال راح تختلف. يعني لاحظ أنا مثلاً في البايبلاين هنا بالإضافة لل بي سي بلس 4 إضافة كمان هنا، تعال شوف أخذنا 32 بيت ساين إكستنشن، أخذنا الآر إس والآر تي والآر أوكي نعم، صار 32 قديش دور بده يكون الـ IDEX؟ أضرب 32 في 4 بكون 128 بت. أوكي نفس الشيء بالنسبة هون، طبعا بده يكون لاحظ 32 والديلي ريزلت كمان 32 هون 32 مع الزيرو فلاج، قديش صاروا 3 في 32 96 زائد 1 97، بتكون طوله 97 اوكي بت. الان بالمرحله الاخيره فقط احتجنا الريد داتا اللي هي 32، لو احتجنا هون كمان اوكي احتجنا انه ناخذ، نشوف طبعا ليش فايت استخدم الالي ريزلت اوكي الالي ريزلت والريد داتا اوكي 32 لما تكون طوله 64 بت. اذا اطوال الريجسترات للبلان ريجسترز طبعا هذا هكذا اوكي، ما تنسوا هذا الحكي. طبعا كل واحد احنا عارفين انه له فائدته اوكي. إذن نعرف طبعا كمان أن all instructions by the way must update some state in the processor. Okay. States اللي هم register file. Okay. Register file. Memory. Memory. Okay. Or the program counter. Or the PC. The program counter. Okay. ولذلك احتاجنا separate pipeline register. Okay. The separate pipeline register is redundant to the state that is updated. الآن مثال بسيط وأنا فقط إنه load instruction بقول لك load instruction will place its result in one، مظلومش نعمل load خلاص من الميموري داتا بتتخزن وين تودي على register file، إذا it will store the result. راح نشوف هاي مشكلة لاحقا by the way in one of the 32 registers. Okay. الآن افرض انا باللود وير انستراكشن ماشي، وانا راح نعملنا فيتش لانستراكشن اخرى. اذا صار الانستراكشن لاحظ الانستراكشن ريجستر في انستراكشن غير الانستراكشن بتاعت اللود اللي فيها الادرس للريجستر الار تي لما نكتب فيه ايش لما نكتب فيه نكتب له القيمه اللي قرأناها من الميموري. هاي اشكاليه، فرايحين نشوف كيف نعالج هذا، رايحين معالجة لها خاصة فيما بعد إن شاء الله، لأنه any later instruction اللي جاي بعد اللود okay which needs that data فرايح تأخذ إيش read the appropriate register وتأخذ register الغلط. فكيف نعالج هذا الوضع راح نشوفه okay. كمان نحن نعرف إنه every instruction must update the PC whether by incrementing it PC plus 4 أو by setting it to a branch destination address. Okay. ولذلك the PC would can be thought of as a pipeline register. يمكن اعتباره على إنه إيش ك pipeline register. Okay. اللي هو طبعا بزود إيش ل IF stage pipeline. لاحظ بي سي للاي اجاله هون ممكن تعتبرنا كانه هون كايش كبايب لاين ريجستر. شغله ثانيه انه لاحظ هنا ما في عندنا there is no pipeline register at the end of the write back stage، ما في عندنا هنا في شيء بعد الرايت باك وما في شيء خلص اوكي. هاي معلومات طبعا كل لازم ايش لازم نكون عارفينها اوكي. باي ذا واي بديك تعرف على انه بالنسبه للبي سي نعتبره على انه جزء من الفيزيبل اركتكتشرال ستيت، جزء من الفيزيبل اركتكتشرال ستيت اوكي.
بيختلف عن إيش؟ عن هذولا اللي هو أضفناهم pipeline key registers. إذن بيختلف عن إيش؟ pipeline register. ليش؟ لأنه زي ما قلنا إنه was part of the visible architectural state. Okay. ولذلك its contents must be saved. Okay. When an exception occurs. لما يحصل عن أي exception. Okay. Where the contents of the pipeline registers can be discarded. فنحافظ عليه. مشان نحافظ عليه. إذا حصل أي شيء. ولأن هذول إيش ممكن نهملهم خلاص ما بطل نحتاجهم. Okay. الآن بدنا نشوف كيف بيشتغل البايبلاين. اوكي بدنا نشوف مجموعة من الفيجرز. اوكي نشوف كيف البايبلاين رايح يشتغل. اوكي مجموعة من الأشكال اللي بتوضح لنا حقيقة عمل إيش البايبلاين. اوكي إذن pipeline operation and the cycle by cycle flow of instructions through the pipeline data path. Okay. راح نشوف هذا الحكي تفصيل. Okay. الآن خلينا نجي على أوكي سايكل باي سايكل. شو بهذا وين في عنا طريقتين يعني راح نشوف عليهم كيف نفهم العمل في عمله للبايبلاين. أوكي الآن سينجل كلوك سايكل بايبلاين دايجرام نشوف هذا شو بايبلاين يوسج من سينجل سايكل وراحين نشوف طبعا نعمل هايلايت للريسورسز يوز في كل سايكل. اوكي طبعا هون هذا مقارنه مع ايش اللي قبله واللي بعده بنشوف طبعا المالتي كلوك سايكل دياجرام الحاله الثانيه جراف اوبريشن اوفر ذا تايم على ايش مرور الوقت. اوكي راح نلوك ات سنجل كلوك سايكل دياجرامز فور ذا لود اند ستور اوبريشنز. اوكي اوكي لان نشوف زي ما قلنا قبل سلايد قبل قلنا راح نشوف هذا ايش بالنسبه للايش نشوفه للود اند ستور نشوف اللود اند ايش اند ستور. اوكي لان باي ذا في عندنا كونفنشن راح نشوف كونفنشن لاحظ طلع هنا مثلا لما نيجي على اي اوكي كومبوننت اذا شفنا انه الليفت هاند بارت فقط مضلل هنا شو معناته هنا انه وي رايت. اوكي وي رايت اذا شفنا الرايت بارت مضلل انه وي ايش ريد اي كومبوننت هذا معناه كلها ما تستخدم كل هون الاد يستخدم كل ايش الاليو اذا هنا لاحظ بما انه الرايت هاف هو اللي شيدد شو معناته انه ما نقرا من الاستراكشر ميموري لأن هنا left half of the ID of the IFID okay. pipeline register highlighted معناته إيش we write into this register هذا convention رأي إيش وضح لنا يعني نستخدم مع هاي الأشياء okay. إذا لاحظوا هنا في instruction fetch خذنا الـ PC وقرأنا إيش الـ instruction وخزنا الـ instruction okay. خزناها في الـ IFID pipeline okay. الـ instruction مشان نعملها decoding okay. إذن we في الـ highlighting لاحظ إذن مهم جدا مشان نعرف مشان نفهم شو اللي قاعد بصير بيساعدنا في عمل فهم للي شو بصير okay. إذن بالنسبة للإنستركشن فيتش لاحظ الإنستركشن بينج ريد قرأناها زي ما قلنا من الميموري باستخدام الأدرس الموجود وين طبعا بده يكون في البي سي وخزناه في الأي إف أي دي زي ما حكينا قبل شوي. أوكي الآن بي سي ماست بي إنكريمنتد لاحظوا هنا
Evet, must be incremented. Kemal nefsi için incremented PC kemal. Rayan khazdu feş fil IF ID. Bu hissi var yani. Sonra bu kul şey hakikaten. Kefil fil fez ve merhale. He. Okay. Tamam, işte tavasıyla okura. الآن ستيب الثانية الانستركشن لحظة احنا خلنا اللود وورد باي ذا وي ليش خلنا اللود وورد؟ خلنا لأنه بتمر كل المراحل خمس مراحل عشان توضح لنا الأمور اوكي كلها فبالنسبة للانستركشن ديكود اند ريجستر انستركشن ديكود اند ريجستر فيتش كيو ريجستر ريد بيصير فايل ريد اوكي نشوف هنا الانستركشن بورشن اوف ذا اذا نلاحظ هنا الانستركشن بورشن اوف ذا الاي اف ID على الانستركشن بورشن اوكي الانستركشن بورشن خلنا طبعا هنا instruction portion اذا with the instruction fetch ID pipeline register supplying ناخذ منه لاحظ هنا شو بناخذ منه 16 bit immediate field خلنا منه 16 bit immediate field اوكي اذا هذا البايبلاين حطينا بي سي بلس 4 هنا ناخذ من instruction portion of this pipeline register اللي هو 16 bit immediate field which is sign extended من حوله ايش 32 bits okay كمان the register numbers to read شو ذكر انا الار اس والار تي بناخذ register numbers اخذتهم منه okay and these three values هذول وهذول وهذول okay they are stored when في ال IDEX register pipeline register okay مع ايش طبعا مع البي سي خذنا في الاي دي اكس ريجستر مع البي سي اوكي نلاحظوا هنا الريجستر فايل استخدمنا قرانا بما انه قرانا منها فاذا استخدمنا شيدت ايش الرايت بار بورشن اذا قرانا كتبنا وين ودينا على الاي دي اكس بايب لاين اذا بما انه كتبنا هنا وي رايت هير اذا من شيدنا ايش لليفت بارت اذا هذا صار المصطلح هذا مفهوم ما في مشكله اوكي لان بعدها مرحلة الـ execution stage okay. اللي هي الـ execute or address calculation okay. إذن load instruction reads لحد نسمي load instruction reads the content of register 1 and the sign extended sign extended immediate من وين تقرأها من الـ ID EX pipeline register وأذن تجمعهم تستخدم ايش طبعا تستخدم الاليو لو احد استخدمت ايش هنا راح استخدم المالتبلكسر هذا كيف عشان جمعناها مع البيز اوكي جمعناهم البيز مع الاوفست ها عشان ايش طبعا عن طريق استخدام عن طريق الاليو فمشان تكون انا ايش هنا الادرس اوكي مع الزيرو فلاج طبعا لحد. طبعا هو تخزن وين في الاي اكس ميموري اوكي بايبلاين ستيج اذا this sum خزناه في البايبلاين ريجستر اذا بنيجي على الستيج اللي بعدها اللي ميموري اكسس اوكي لان ميموري اكسس لاحظوا هنا ميموري اكسس فاللود انستركشن ريدنج لداتا هذا لود انستركشن ريدنج لداتا اوكي لان حسبنا الادرس في الستيب اللي قبلها باستخدام الادرس اوكي فروم الاي اكس ميموري اللي حسبناه زي ما قلنا قبل شوي الستيب اللي قبلها اوكي والخطوه الاخيره اللي هي ايش الرايت باك الخطوه الاخيره اللي ايش اللي هي الرايت باك اللي هي نقرا الداتا فروم ميموري رايت لاحظ هاي بايبلاين ريجستر نقرا الداتا من هون ونوديها على وين على الريجستر فايل الان هاي هي المشكله اللي راح نشوف حلها كمان شوي لان لاحظ في الوضع هذا مش انا بدي اكتب الداتا طبعا هون صرنا الانستركشن اللي صار في انستركشن ثاني جاي هون بدي اخذ انا ايش الرايت ريجستر ادرس بدي اخذه من الانستركشن الثانيه بدي اكتب ريجستر غلط فلازم ايش نحفظ معلومات شيء هنا لازم هذا الحكي نحفظه للانستركشن تاعت اللود وير اللي احنا قاعدين نعالجها نحفظه وناخذه ونمرره نمرره ونرجعه نفسه ناخذه ما ناخذ
الرايت ريجستر ادرس من الانستركشن لاحقه. الانستركشن غير اللود ويرد اللي احنا قاعدين نتعامل معها. فهذا راح يكون في الاخير ان شاء الله اللي هو corrected control and data path. من الكوركشن عشان لما اجي عليه عشان تكونوا عارفين هذا الحكي ليش عملناه وشو السبب عشان نوفر على حالنا الوقت. اوكي الآن لاحظوا إذا قلنا إنه run register number okay. الآن نشوف الفولد ستور نلاحظ أنا بالنسبة للستور طبعا المراحل الأولى باي ذا وي اللي هي الانستركشن فيتش والانستركشن فيتش والديكودينج نفس الشيء للستور واللود وير نفس الشيء كيف ايش فيهم فرق. نلاحظ شو اللي بصير كيف بالنسبة للستور store word application stage then data القرار كتبناه موجود هون طبعا من ال IDX بال previous stage okay. لاحظ شو بنعمل نفس الشيء بنعمل ايش ال sign extension okay. واخذنا عشان نحسب ال base address okay. الان حسبنا ال base address okay. وزناه هون الان ايش بدنا لاحظ عند store اذا عرفنا ال memory address عشان store مش بنكتب كيف okay. الخطوه اللي بعدها اللي ايش كي من ايش نكتب للداتا ميموري نكتب للداتا ايش الداتا ميموري اوكي لأن لاحظ مثل الرايت باك فور ستور ما في شيء هو نفش فيه رايت باك للستور كيف فقط فيش للود ويرد كيف فقط في ايش في حالة اللود ويرد كيف اوكي الان المشكلة اللي حكيناها لاحظ شو عملنا هلا ها كيف صلحناها كيف عالجنا الوضع كيف المشكلة اللي حكيناها قبل شوي شرحناها بالتفصيل اوكي نلاحظ هنا من اللود في اللود اذا لازم كمان ايش رايت لاحظ الرايت ريجستر اوكي خدنا لاحظ الرايت ريجستر والرايت داتا اوكي مررناهم ريجستر ادرس اوكي بدنا نخزنه ظل موجود هنا عشان نكتبه في المكان ايش المكان الصحيح اذا طيب احنا شايفين هون انه الريجستر اللي استخدمناه احنا during the write back شو ماله طبعا عشان نحددنا ايش هنا register to be written عشان نحدد ايش register to be ايش to be written اوكي ولذلك
نقطه مهمه جدا انه ريجستر نمبر اوكي ريجستر نمبر is passed from the ID is passed should be passed from the ID pipeline stage لما يصل الايش الميموري رايت باك بايب لاين اوكي لازم نمرره لما يصل هون اوكي اذا this register number is passed عشان ناخذ الريجستر الصح اوكي is passed from the ID pipeline stage لما يصل هون اوكي طبعا هذا شو بتطلب باي ذا وي ها بتطلب انه اضافه 5 مور بيتس to the last three pipeline registers. إذا نضيف إيش؟ 5 bits on, 5 bits on, 5 bits on. مشان نحافظ على إيش؟ على destination register اللي ما نعمله نكتب له إيش في حالة اللود ويت. Okay. فهذا لاحظ الممر طبعا موجود مبين هنا. Okay. في أضفنا لاحظ في إضافة هنا أضفناهم. Okay. أضفنا الخمسة. لحظة كي أضفنا الخمس بيتس طبعا كي ماشي نضيفهم عشان ناخذ الريجستر كي ونودي الداتا له اوكي this is very important thing إذن هذا هو ايش الكوركتد داتا باث فور لود اوكي الان بالنسبه للجرافيكال ريبرزنتيشن البايب لاين بدنا نشوف كيف نتعامل مع البايب لاين كيف في عندنا اكثر من طريقه نتعامل مع البايب لاين اوكي اول ابروتش اوكي طبعا نستخدم الجرافيكال ريبرزنتيشن اللي شايفينه هنا اللي هو بسميه مالتي سايكل بايب لاين دايجرام اوكي مالتي سايكل طبعا اخذنا له كم انستراكشن عندنا 1 2 3 4 5 انستراكشن اخذنا له 5 انستراكشن باي ذا واي هذا الستايل هذا النمط خلينا نقول من بايب لاين ريبرزنتيشن بفرجينا الكومبليت اكسكيوشن اوف انستراكشنز ان ا سنجل فيجر نلاحظ كل الانستراكشنز ثانيهم 5 فيجر واحد اوكي عشان هيك فالانستراكشنز زي ما شايفين هنا مرتبينهم عموديا طبعا هنا top down while clock cycles لاحظ move from left to ايش to right clock cycles اوكي okay. كمان هنا في عندنا شايف مبينين البايبلاين ريجسترز between each stage اوكي بايبلاين ريجستر between each stage الان باي ذا واي this is multi cycle pipeline diagram الان في عندنا traditional way باي ذا واي بسموه traditional way multi cycle بس traditional way لاحظ يعني ما نعمل هنا فرج شفنا البايب لاين اوكي والفانكشنال يونتس لا هنا شو بنسوي شو بيصير هنا فيها اوكي اللي هو انه مو تراديشنال مالتي سايكل بايب لاين دايجرام بايب لاين دايجرام للفايف ستيجز لاحظ حاطين هنا ايش انستركشن فيتش كل سايكل شو اللي بصير لكل انستركشن شوف كيف ماشي Okay, then traditional multi-clock cycle pipeline with the five instructions of the previous figure. Okay. الآن في عندنا approach ثاني. Okay. اللي هو مسميه single cycle pipeline diagram. Single cycle pipeline diagram. which corresponds to the five لاحظوا هنا ال five instructions كيف حطيناهم افقيا لكن ايش عموديا اوكي حطينا كل instruction شو المرحلة اللي بتمر فيها من المراحل اوكي عندنا مثلا الاد هنا كانت instruction fetch اوكي على سبيل المثال طبعا هنا مثلا load word instruction decode الاد exception لاحظوا هنا اول load word احنا رجعنا اول واحدة رجعنا هنا اول انتراكشن كانت ايش؟ كانت لود ويرد راح تكون سابقيتن طبعا من قبل شيء فهي لود ويرد اوكي 20 نمبر 1 ريجستر 1 ريجستر ايش كبيز اذا لاحظ كل واحد شو بتكون ايش؟ ها
إذن the single cycle. Okay. طبعا هنا بنلاحظ single clock cycle ذات السايكل في سايكلز في سنجل كلوك سايكل. فرجين هنا كل استراكشن في اي مرحله من المراحل. اوكي ذن يوسج ف هنا ذس از يوز شوز يوسج اوف داتا باث باي ايتش اوف ذا انستراكشنز ان ذا بايب لاين ات ايتش كلوك سايكل. اوكي لأن هاي طريقتين زي ما شفنا هنا. اوكي الآن this figure أضفنا له إيش الكنترول سيجنال أضفنا له الكنترول سيجنال. اوكي لأن لاحظ في أنه هنا كم كنترول سيجنال واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة كنترول سيجنال تسعة كنترول سيجنال. Okay we have nine control signals. Okay الآن for this purpose by the way عشان نعمل to generate the control signals. Okay لاحظ بالنسبة للي يلي هو النقطة مهمة جدا بالكنترول شغلة ما فرجيناش في السابق طبعا هنا لاحظ بالنسبة للي يلي هو then we need 6 bit function field. Okay we need 6 bit function field أو function code سميناه اللي هو أول 6 bits من اليمين من الانستركشن. Okay في الـ EX stage أخذناهم من وين أخذناهم طبعا أخذناهم من الـ طبعا في الـ EX stage. Okay خلناهم كإنبوت لإيش طبعا هذولا للـ ALU control so that you know, these bits must also be included في الـ ID EX state. إذا لازم نحطهم كمان إيش هون pipeline. إذا these 6 bits زي ما بتعرفوا إنه سميناهم least significant 6 bits of the immediate field in the instruction. Okay فالـ ID EX pipeline register can supply them from each the immediate field. ليش؟ لأنه sign extension ما بتأثر عليهم بتخليهم مكانهم. عملنا sign extension هل بتأثر أول 6 bits ما بتأثر عليهم بظلوا زي ما هم ما في مشكلة. عشان هيك تذكروا حكينا إنه أي عملية ما لها تأثير سلبي ما في مشكلة لو عملناها أوكي ممكن نستفيد منها في مرحلة لاحقة. أوكي Then we add now control to the single data path. Okay. بدأنا بسيمبل ديزاين زي ما شايفين. Okay. هنا أول خطوة اللي عملنا ليبلز. عملنا ليبلز هنا. Okay. زي ما عملنا في السابق ليبلز كل نوع من control signal شو اسمها. Okay. فبالتحديد طبعا احنا استخدمنا ALU Logic Control كمان كان في عندنا ALU Logic Control في عندنا Branch Logic كيف في عندنا Branch كمان Logic راح نشوفه وفي عندنا Destination Register Number Multiplexer و Control Lines كيف في عندنا هاي الأشياء كيف
طبعا في we assume انه لاحظ بنفرض على انه البي سي is written on each clock cycle. اوكي ولذلك بقول لك there is no separate write signal for the PC. اذا لو سالناك قلنا ليش we don't have separate write control signal for the PC؟ لانه قلنا بنفرض على انه ايش PC is written on each clock cycle. اوكي فما في ايش داعي ل write control signal. اوكي نفس الشيء كمان انه no separate write signals for the pipeline registers الID الIFID والID IX الEX memory والmemory write back. نفس الشيء إذن no write signals. ليش؟ لأنه زي ما قلنا إنه we assume إنه they are written on each clock cycle. Okay. Then we have command on the five stages. Okay. كيف بدي أنا أحدد عادة بالكنترول سيجنال؟ بدي أشوف أنا حقا زي ما عملنا في السابق إذا تذكروا بالمالتي سايكل إمبلمنتيشن أنا أشوف في كل ستيج شو المطلوب؟ نيز أوكي بدنا نشوف وات نيز تو بي كنترولد إن إيتش ستيج. الآن لو أخذنا الإنستركشن فيتش أند بي سي إنكريمنت قلنا في إنه ناثينج ما في شيء سبيشال تو كنترول إن ذيس ستيج. ليش؟ لأنه الكنترول سيجنالز تريد لل instruction memory and to write the PC معلوم إيش then always are asserted they are always are asserted لأنه مع كل إيش cycle this will happen مع كل إيش قلنا مع clock cycle this will happen then always they will be إيش asserted. Okay الآن نيجي على المرحلة الثانية the instruction decode. Okay instruction decode شو رأيكم بالإنستركشن ديكود؟ هل بتزمنا إنه كنترول سيجنالز؟ الجواب إنه كمان نفس الناس حكينا الحالة السابقة إن nothing special in this stage لأنه same thing happens at every clock cycle. شو قلنا لأنه common لكل الإنستركشن تايبس. Okay. الآن بالنسبة للإكسكيوشن والأدرس كالكوليشن ستيج. Okay. Stage control signals are needed signals to be asserted actually as follows or set as follows register destination register destination and register destination signal ليش طبعا to select the result register عشان ايش to select the result register. Okay كمان بهمنا الـ ALU OP الـ ALU OP هذا في عنا 2 bits الـ ALU OP 1 و ALU 0 okay. في عنا 2 bits okay. To select ALU operation كمان في عنا ALU source لو إما read data to or sign extend immediate for the ALU إذا كمان بهمنا الـ ALU source اوكي okay. ALU source select هذا او هذا اوكي okay. خيارين عندنا بالنسبة للـ ALU source اوكي okay. الآن بالنسبة للـ memory stage اوكي okay. قبل الأخيرة control line set R branch اللي طبعا تأثر بالـ branch equal اوكي okay. والـ memory read عشان نقرأ اوكي by load instruction set by load instruction memory read by load instruction والmemory write طبعا لازم تعرف by instruction by store instruction by the store instruction اوكي المرحلة الأخيرة اللي هي write back اوكي then في الحالة هاي we need لاحظوا هنا في الحالة هاي we need two control lines used اوكي write back two control lines used اللي هم الميموري تو ريجستر لاحظ الميموري تو ريجستر
Sen select LU result or memory value to register file. And register write. Okay. We have register write. Okay. Which writes chosen value to the register file. Okay. Register file. Okay. Then we have register write. Register write. Okay. إذن سرعنا هنا 9 control signals. Okay. إذن we want to set the 9 control signals to these values في كل stage طبعا حسب إيش حاجة stage. الآن in general بشكل عام من ال control lines إذا راح نشوف بعد ال 9 control signals كيف وين نوصلهم كيف نحصل عليهم. Okay. الآن since control lines start with EX stage. Okay. لما ننفذ Okay, we create control information استخدام instruction decode. بنستخدم instruction ايش؟ decode. Okay. Okay, now these are the 9 control signals. 9 control signals, okay, derived from instruction as in single implementation, okay. شوف كيف موزعين طبعا, okay. Okay, the control lines for the final 3 stages. Okay. لأن قلنا أولا ما في لهمش okay. من الـ 4 of the 9 control lines are, زي ما حكينا قبل شوي are used in the EX stage okay. أربعة استخدموا بالـ EX stage okay. 4 with the remaining 5 control lines okay. أخذنا الأربعة عشان execution stage أخذناهم بدل عندنا 5 okay. لأن الخمسة هذولا لاحظ نأخذ منهم 3 لا لي اكس لاحظوا انا للستيج اللي بعده للميموري ستيج اوكي اذا 4 9 و 9 كنترول لاينز ار يوزد ان ذا اكس ستيج الخمس البقيه باست تو ذا اي اكس اوكي ميموري بايب لاين ريجستر اكستندد طبعا تو هولد ذا كنترول لاينز لما نزيد له ثلاثه لاحظ زدنا له 9 ماشي الاي دي اكس زدنا له قديش هنا زدنا له 9 كنترول لاين هذا نزيد له قديش هنا نزيد له 5 هذا نزيد له ايش وانا 2 اوكي then 3 are used لاحظوا استخدم الثلاثة هنا during the memory stage and the last 2 are passed to ايش memory write back for use in the write back stage الآن we complete this we add this okay أضفنا هذولا registers أطلعنا registers okay Okay. This figure. Okay, then this will conclude okay, عمل control lines conclude our age lecture. Okay. If there are other things, I will record it to you, okay? الله يعطيك العافية.